بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. موضوعنا اليوم هو محاضرة بعنوان قل آمنت بالله ثم استقم. هذا العنوان أصله حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قول سفيان رضي الله تعالى عنه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا، بحيث يكون مفصلا وفاصلا وحازما، أي بحيث يكون أمرا واضحا لي وأمرا لا يدخله شيء من التردد واللبس، ولا يحتاج إلى أن أسأل أحدا غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه الجملة وقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ليس المراد هو مجرد النطق بهذه الكلمة، وإنما المراد هو الالتزام بها، يلتزم بها قولا وعملا واعتقادا، لأن الإيمان وإن كان معناه في اللغة هو التصديق والإقرار، لكن المعنى الشرعي هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ذلكم أن الإيمان يستدعي أن تصدق بقلبك وتوقن إيقانا جازما بأنه لا إله إلا الله، وبأنه لا رب سواه، وبأن الله تعالى هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فله الكمال، له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا يستدعي من الإنسان أن يحقق أركان الإيمان، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويلزمه أن يحقق ذلك في تصرفاته، فلا يعمل أعمالا تناقضها، لأن القلب إذا صدق ليس للجوارح أن تعترض أو أن تمارس غير ما هو مستقر في القلب من ألوهية الله تعالى وعظمته واستحقاقه لكل أوجه الكمال. وهذا يعني الانقياد والاستسلام لأوامر الله وطاعته. ومعنى الاستقامة يقول ابن رجب:
الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمينا ولا شمالا، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كذلك كلها، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وعرفه بعض أهل العلم قال: هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص لله تعالى في كل أمر. والاستقامة تتضمن عدة أمور: الأمر الأول إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات، وهو الإخلاص، فتفرد من تعبد وهو الله جل وعلا بكل شيء تتقرب به لله، فلا يداخل عبادتك شيء لغير الله، أذكارك وصلاتك وزكاتك وصومك وحجك وسائر ما تتقرب به يكون خالصا لله، ليس فيه رياء ولا نفاق ولا شرك. الأمر الثاني هو وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي، بحيث تعمل الأعمال صالحة ليس فيها زيادة، فهذا غلو، وليس فيها نقصان، فهذا إهمال وتضييع، وإنما تؤدي الأعمال الشرعية على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، فلا ابتداع ولا غلو ولا إهمال ولا تقصير. والأمر الثالث العمل والاجتهاد في الطاعة بقدر وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيجتهد الإنسان في المحافظة على الفرائض، ويكثر من النوافل على قدر طاقته، فلا يبخل على نفسه ولا يشح عليها، وإنما الفرائض التي فرضها الله لا يهمل منها شيء، والنوافل يجتهد في تحصيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث القدسي عن الله أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله تعالى حتى يحبه الله، وما تقرب إنسان لربه بأفضل من الفرائض، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. فإكثارك من النوافل طريق إلى محبة الله تعالى لك مع المحافظة على الفرائض. والأمر الرابع هو الاقتصاد في العمل بين الغلو والتفريط. دين الإسلام هو دين التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين الإسلام ليس فيه غلو وليس فيه إهمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو
أهلك الأمم السابقة وهم يجتهدون، لكن في غير محل اجتهاد. ووقع في هذه الأمة مع الأسف هذه الطرق الحديثة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. من أين لكم هذا؟ الدين هو ما في القرآن والسنة، وهذه الطرق هي طرق محدثة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل ومردود على صاحبه. فالإنسان عليه أن يتبع وليس له أن يبتدع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمطلوب من الإنسان أن يستقيم على الصراط، وهو في كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما جاء في القرآن والسنة بلا زيادة. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الخامس: الوقوف مع ما يرسمه الشرع ويحدده، لا مع دواعي النفس وحظوظها. أي أن الإنسان يجب عليه أن يقف عند حدود الله فلا يتعداها. الله تعالى شرع الشرائع وأحكم الأحكام وبين الحلال والحرام، بين الحقوق والواجبات، فيلزمك أن تقف عندها ولا تزيد ولا تتعدها، ولا تجعل لحظوظ نفسك ورأيك فيها مدخل، بل اتبع ولا تبتدع. جاء إنسان وسأل وقال: إن لي عددا من الولد من امرأتين، وإن الأولى لما تزوجت الثانية غضبت وطلبت الفرقة ففارقتها، فبعض أولادها انتصر لها وقاطعني، فهل لي أن أحرمهم من الميراث؟ هؤلاء أجرموا وارتكبوا العقوق وجرمهم عظيم، هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، لكن ليسوا كفار، هم مسلمون، هم عصاة، وأنت أبوهم، فإذا مت ورثوك كغيرهم من إخوتهم بموجب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لك أن تقحم نفسك في هذا وتتدخل، بل عليك أن تتبع. والسؤال: لو مات أحدهم قبلك هل تعاف تركته ولا تريد الميراث منه، أم أنك ستسارع لأخذ نصيبك منه؟ فالذي تولى القسمة هو الله، وحينئذ عليك أن تقف عند حدود الله، ولا يكون لمشتهيات النفس تدخل في هذا الأمر. ونظائر هذا تقع في كثير من المسائل، فالإنسان عليه أن يلتزم بحكم الله، لأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين.
وآيات المواريث ختمت بثلاثة أسماء لله: عليم وحكيم وحليم. فالله تعالى أعلم بمصالح عباده، والله تعالى هو الحكيم في حكمه، والله تعالى هو الحليم بخلقه. فلن تكون أحلم من الله ولا أحكم من الله ولا أعلم من الله، فتأدب وانقد لأمر الله تعالى. ورد الحث على الاستقامة في آيات عدة، منها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب لأمته الذين ساروا على منهجه. يأمرهم الله تعالى بأن يستقيموا كما أمروا، والآمر هو الله. رسولنا عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس أنه قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. ولذلك قال: شيبتني هود وأخواتها. وهذه الآية في سورة هود. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يعز عليه أن يضحك وهو يتذكر هذا الأمر: استقم كما أمرت ومن تاب معك. فالإنسان مطلوب منه في كل أحواله أن يكون مستقيما في عبادته، في عقيدته، في معاملاته، في أخلاقه، لا يكون في عبث. وهذا يستدعي من الإنسان اليقظة والانتباه والمحاسبة الشديدة لأعماله وتصرفاته. وجاء في سورة فصلت حميم السجدة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حققوا الركن الأول من أركان الإسلام بالإيمان، الإيمان بأنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، وشهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، واستقاموا على ما جاءهم من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتزموا بذلك وعملوا به في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، أدوا ما عليهم من واجبات ولا يطلبون ما ليس لهم من الحقوق. يكافئهم الله عندما ينتقلون من هذه الدنيا بأن تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم وتفرحهم وترحب بهم وتقول: لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، انتهت حياتكم الدنيا فلا تحزنوا، ما فاتكم شيء، ما في خسارة عليكم. وأيضا المستقبل لا تخافوا منه، المستقبل مطمئن،
ثم يبشرونهم بالجنة التي تقرؤون عنها في القرآن وأخبركم عنها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أبشروا بها التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تابعنا سيرتكم وعرفنا أحوالكم ورأينا اجتهادكم وصلاحكم وفلاحكم، وفي الآخرة كذلك نحن نتولاكم، وكل ما تريدون مهيأ لكم من أنواع النعيم بجميع أشكالها وأصنافها، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي شيء تطلبونه وأي شيء تشتهونه مهيأ لكم. هذه المكافأة على الاستقامة. فهل يبخل الإنسان على نفسه بهذا المستوى، أو أنه يفرط في أن يحصل على هذه المنزلة، أو أن يشغله شيء في هذه الدنيا عن الاشتغال في تلك الحال التي تهيأ له وترتب له وتيسر له؟ أي أمر يستحق أن ينشغل الإنسان عنه في هذه الدنيا؟ هيئ لك تلك المنازل العالية فترضى بهذه التوافه والأحوال المؤقتة أو الأحوال السيئة أو الأحوال الضارة، وأنت تقرأ هذه الآية لا يفرط في هذا إلا المغفل الذي لا يعرف قيم الأشياء. وفي سورة الأحقاف يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الصنف هم أصحاب الجنة، يعني المستحقون لها، الذين يأوون إليها، ومدة بقائهم ليست سنة أو 10 سنين أو 100 سنة أو 1000 سنة، لا، خالدين فيها، ليست زيارة مؤقتة ولا مدة محدودة. أعمار الناس الآن من 60 إلى 70 وقليل من يتعدى ذلك، وإذا وصل 100 أو 120 يكون قد خرف، لكن في الحياة الأخرى يعيش أبدا وهو بكامل قواه وتمام عافيته، ويستمتع بجميع أنواع المتع التي يريد، ولا يصاحب ذلك أمراضا ولا أسقاما. فهؤلاء هم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم للصالحات في هذه الدنيا. وأنتم في كل ركعة تطلبون من الله هذا الأمر وتقولون: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو المنهج الذي تريدون أن تسلكوه، ويكون هؤلاء هم أصحابكم وتكونون مع هؤلاء. إذن التزموا، إذا قلتم اهدنا الصراط المستقيم فهذا طلب منكم، والله تعالى يقول قد فعلت، لكن أنتم ماذا تقولون؟ هل هذه عبارة عن كلمات تردد ولا معنى لها، أم أنها التزام وتعهد منك أنت أيها الإنسان بأن تستقيم على هذا الصراط؟ الإنسان عليه أن يعالج نفسه ويحاسبها على ما يصدر منها،
ومن ذلك ألفاظه في صلاته وعباراته التي يقرأ بها، فإنه سيسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مما يعين على الاستقامة بعد توفيق الله وعونه هو الإقبال على القرآن، الإقبال على القرآن الكريم، وأنتم في شهر القرآن. يشتغل الإنسان بتلاوته، يشتغل بتدبره، يعقد العزم على العمل وينفذ فعلا. فإن القرآن نزل ليكون نظام حياة، القرآن نزل ليكون دستور يرجع إليه الناس في كل شؤونهم الخاصة والعامة، الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية. فيكون شغلك هو أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتعمل بالقرآن. وبهذا تستقيم أمورك. والله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن هدى للمتقين، فالإنسان الذي يريد الهداية يهتدي. والقرآن ليس عبارة عن كتاب يقرأ فقط في رمضان ويحصل الإنسان ختمة ثم يضعه على الرف ولا علاقة له به، لا. القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل ليكون هو نظامك اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي والعمري. كل حياتك يجب أن تخضع لهذا القرآن، وأن لا تعمل أي عمل إلا بعدما تتأكد أنه مطابق للقرآن وغير مخالف. وقد بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وفسره وشرحه ووضحه وطبقه. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وقد قام بالبيان والإيضاح والشرح والبسط والتطبيق العملي. فعلينا أن نعرف سنته ونلتزم بأدابه عليه الصلاة والسلام، وسلوكه اليومي في طعامه ونومه وحديثه مع أهله ومع أصحابه وفي أموره الخاصة وأموره العامة، وهي كلها مفصلة وموجودة وميسرة. فما علينا إلا أن نعرفها وأن نستثمر فترة وجودنا في هذه الحياة لنقتدي بخير بشر وأفضل إنسان وأكرم مخلوق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيجب على الناس أن يتبعوا هدي رسولهم عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يكون إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إلى السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يقتدي بالجيل الذي رشحهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا أصحابا له، فهم خير الناس بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فيحرص الإنسان على أن يعرف سيرهم. ونشغل صغارنا وكبارنا وأنفسنا بهذا الأمر. يجب علينا أن نعرف بعد معرفتنا لسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعرف سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وبقية العشرة وبقية الصحابة، ونعرف كيف عاشوا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام وكيف ارتقوا إلى أعالي الأمور. هذه هي الأشياء التي يجب أن يفهمها ناشئتنا ويتعلموها ويرتبطوا بها ويحبوا هؤلاء، لا أن نترك عندهم فراغ فيضيعونه في التوافه أو في المحرمات، ويكون شغلهم هو الافتخار بالفنان فلان والممثل فلان واللاعب فلان. هذه الأمة ضحلة، ليس عندها رموز عالية إلا هؤلاء الأنذال والأرادل. أين أولئك القوم من مجتمع هؤلاء؟ هذه الرموز كبار الصحابة وكبار علماء الأمة هي التي يجب أن تكون قدوات لأولادنا، وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة يجب أن يكون قدوات لبناتنا، وبهذا تستقيم ونكون من الذين استقاموا بعدما قالوا ربنا الله. أما أن يكون الناس شغلهم اللاعب الفلاني واللعبة الفلانية وما شبه ذلك وينسوا تاريخهم المجيد المؤثر على سلوكياتهم، فهذا هو معنى الانحطاط والدمار وليس هو الاستقامة. فيجب أن ننتبه وننبه ولا نستمر في الغفلة، وإنما نحرص على العناية بناشئتنا ونربيهم على ما ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة التزام الإنسان بشرع الله والإكثار من الأعمال الصالحة. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يجب على الإنسان أن يكون حذرا من الزيغ. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيجب على الإنسان أن يحرص على الثبات على دين الله. وقد أمرنا ربنا بالدعاء بالثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثبات أمر لازم، وإلا فسدت الصنائع التي سبقت. فينبغي للإنسان أن يكثر من قولي: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، لئلا يزيغ وينحرف بعد الاستقامة. نعوذ بالله من حال أهل السوء. فالذين آمنوا يثبتهم الله بالقول الثابت في هذه الحياة وعند الممات، فيثبت على التوحيد ولا ينزاح عنه ولا يحيد عنه، وكذلك في الآخرة عند سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أو يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالإنسان يسعى في هذه الدنيا على الثبات ليثبت في عند الاحتضاء، عند سؤال الملكين، كما أنه عليه أن يثبت بحيث يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأن من مات وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويجب على الإنسان مجاهدة نفسه على فعل الطاعات والتمسك بها، لأن النفس أمارة بالسوء،
وتصرف الإنسان عن ما ألفه وأحبه وتجره إلى الكسل والإهمال، وهذا من تسلط الشيطان وعبثه بالإنسان. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا من البشائر التي يخبرنا الله تعالى بها لعباده الذين يكونون بهذه المثابة. فلا تجعل للشيطان عليك مدخل، وإنما كن حازما معه، وكن عدوا لدودا له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فليس للإنسان أن يغفل أو يتغافل عن مكر هذا العدو، وإنما عليه أن يكون حازما حاسما، لا يجعل مجالا لهذا العدو أن يسلك أي مسلك ينفذ منه. والإنسان عليه أن يحرص على الدعاء. الدعاء هو التضرع إلى الله واللجوء إلى الله بأن يثبته ويعينه على الحق، لأن الدعاء سبب للتوفيق وسبب للتسديد. وأنتم تقولون: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وقد كان من دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فاحرصوا عليه ورددوه أعيدوا لتنتبهوا له. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيدعو به الإنسان دائما ولا يفتر. ومن الأمور المعينة على الاستقامة جلساء الصلاح، ملازمة الأخيار ومصاحبتهم كما أمر الله تعالى بهذا في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان يلازم أهل الصلاح لأنهم يعينونه إذا ذكر وينبهونه إذا غفل، بخلاف أهل السوء فإنهم يصرفونه ويثبطونه. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.
فملازمة أهل الصلاح إما أن تجد منهم ريحا طيبة، وإما أن يطيبوك، وإما أن تبتاع منهم، فهم خير لا شر فيه، وأهل السوء ضرر لا خير فيه. والمرء يعرف بقرينه. ومن الأمور المهمة للاستقامة انشغال الإنسان بقراءة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل بينهم وبين أقوامهم، وما حصل من أسباب هلاك الأمم السابقة حيث عذبوا بأنواع من العذاب مختلفة، منهم من أرسل الله عليه الحصباء، ومنهم من أغرقه الله بالماء، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أصابته الصاعقة والظلة، وغير ذلك من أنواع العقوبات، حتى إن بعض القرى رفعت القرية كلها إلى عنان السماء ثم قلبت ونكست وأتبعوا بالحجارة. هذه القصص تحيي في النفوس العظة والعبرة، وتهيئ النفوس للاتعاظ والاستقامة والبعد عن أسباب الرداء. ومن الأمور المعينة على الاستقامة الصبر في الأمور والشدائد، وتحمل ما يصيب الإنسان من الهم والحزن والمضايقات، فإن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولهذا كان أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا أصابته الضراء لا يضجر، وإنما يعلم أنها امتحان وابتلاء من الله ليختبر صبرك. وقد صبر أيوب عليه السلام صبرا عجيبا وعظيما، وكانت العاقبة له. وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار، وخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة هنا عذب وهو يتحمل الأذى ويصبر ويدعو لقومه بأن يهديهم الله ويشرح صدورهم للإسلام، ولم يدعو عليهم. وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأخشبين الجبلين والناس بينهما، فقال إني يستأني بقومي فلعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهجر عليه الصلاة والسلام ليس قصدا للراحة والنوم والاسترخاء، وإنما لفتح مجالات لإيصال الدعوة للآخرين عندما منع كفار مكة خروج الدعاة ومنعوا قدوم الراغبين في الدخول في الإسلام من دخول مكة. فانتقل رسولنا عليه الصلاة والسلام للمدينة، ومكة أحب البلاد إليه، لكن لأجل أن يقوم بواجبه في إيصال الدعوة ونشر الحق في أرجاء الأرض. فعلى الإنسان أن يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام ويصبر على ما يصيبه. ومن الأمور المعينة على
الاستقامة الاشتغال بذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه أن يكون لسانه لا يتوقف وينشغل بذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر، قراءة قرآن أو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من الأذكار، فلا يكون عنده فراغ، وبهذا يلهم الإنسان الذكر ويحرس ويحفظ ويشعر بسعادة غامرة. هذه الاستقامة ما هي ثمرتها؟ ما هي فائدتها؟ ما هي نتيجتها؟ إنها سبب لحصول السكينة وحصول الأمن وحصول البشرى بالجنة، وكما سمعتم في الآيات السابقة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيحصل للإنسان بهذا السكينة ويشعر بالأمن والطمأنينة وعدم القلق وعدم الاضطراب وعدم الحزن، يشعر بالسعادة الغامرة، هذا الإنسان المستقيم، ولا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي. إذا كان عنده أطفال أو عنده نساء أو نحو ذلك لا يخاف عليهم، مطمئن على أن الأمر بيد الله وهو دعا لهم بالحفظ والله تعالى يجيب دعوته، ولا يخاف من المستقبل بأن يكون أمامه عذاب، بل هو مطمئن إلى أنه من أهل الجنة لأن هذه بشرى، والله تعالى يقول وأبشروا بالجنة والله تعالى لا يخلف الميعاد. روى الإمام الطبري رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال هم استقاموا والله استقاموا لله طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، وجزاؤهم أن تتنزل عليهم الملائكة بالسرور والحبور والبشرى في مواطن عصيبة. قال وكيع البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. عند الموت يعني عند الاحتضار، إذا كان الإنسان في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بحسب وضعه، إما أن يكون بيض الوجوه إذا كان من أهل الإيمان واستقامة، وإما سود الوجوه إذا كان من أهل الكفر والفجور، ويجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض،
فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله واتحوا لهم أبواب السماء، ويشيعها من ملائكتها خلق عظيم إلى التي تليها حتى يصل إلى السماء السابعة، فيرى منزلته من الجنة ويرى منزلته من النار لو أنه عصى، ثم يؤمر به أن ينزل هذه الروح إذا وضع في لحده، فيأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الأرض وافتحوا له بابا إلى الجنة وافسحوا له في قبره، فيفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحانها، فيقول يا رب أقم الساعة، لأن ما رآه قد أعد له في الجنة هو أعظم مما قد أعد له في القبر، فيبين له أن هذا ليس هو وقت الذهاب، وإنما عليه أن ينتظر حتى يأتي يوم القيامة. وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشوك المدور يكون على شعر الظأن غالبا، فإذا أردت أن تخرج هذا الشوك لا يخرج إلا أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر، فكذلك تخرج روح الفاجر بهذه الكيفية، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإذا وضع في لحده أتاه الملكان فيجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب من مرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، وينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب هو أهون مما رآه قد أعد له في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فهؤلاء الملائكة يأتون عند الموت وفي القبر وأيضا عند البعث، عندما يقوم الناس سراعا إلى من قبورهم، عندما يبعثون ويقومون وينبتون وينصرفوا إلى المحشر. الأمر الثاني لثمار الاستقامة هو استحقاق المستقيم على طاعة الله لولاية الله في الدنيا والآخرة. الإنسان المستقيم يكون من أولياء الله في الدنيا ومن أولياء الله في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيستحق الإنسان لهذا المنصب وهو أن يكون من أولياء الله في الدنيا ومن أوليائه في الآخرة، وهذا علامة على كرامة هذا الإنسان المستقيم، وأن الله تعالى تولى شؤونه في الدنيا والآخرة. ومن يتولى الله فإن هذا في مأمن وحرز مكين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي كنا نسددكم ونحفظكم ونحثكم على الخير ونرهبكم من الشر ونقبحه في قلوبكم وندعو الله لكم ونثبتكم عند المصاعب والمخاوف، خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط وفي الجنة يهنئونهم بكرامة الله ويدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن ثمار الاستقامة الفوز بالجنة وبنعيمها، كما جاء في الآية التي تلوناها قبل قليل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلكم في الجنة كل ما تشتهون من أنواع الملاذ والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على بال أحد منكم، فهذا من الثواب العظيم الجزيل الذي هيأه الله تبارك وتعالى ضيافة لهؤلاء. ومن آثار وثمار الاستقامة انشراح الصدر والحياة الطيبة، وقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمراد بالحياة الطيبة في هذه الآية أي نحييه حياة طيبة بالرضا، ولو تخللها بعض المؤذيات فيرضى الإنسان بما يقضيه الله ويقنع بما يمنحه الله ويوفقه ويعينه على الطاعات. ومن آثار وثمار الاستقامة سعة الرزق في الدنيا، كما جاء في قوله تعالى: وعلوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو أنهم استقاموا على طريق الإسلام وعملوا بما فيه من الأحكام لوسعنا عليهم في الرزق ولبسطنا عليهم من نعيم الدنيا. فالاستقامة سبب لكل خير وسبب لدفع كل شر وبلاء، فما الذي يمنعك أيها الإنسان؟ والقرار بيدك، عليك أن تحرص على أن تكون مستقيما في كل شؤونك، ولا شيء يحول بينك وبين هذا، إنما يحتاج منك إلى القرار وأن تبدأ بإذن الله من هذه اللحظة، وأن تعقد العزم على أن تكون من عباد الله الصالحين المصلحين، وأن يكون شغلك هو ما هو المطلوب منك في هذه الحياة. أنت سترتحل عن هذه الدنيا يقينا، قد يكون بعد قليل وقد يكون بعد سنوات، لكن لن تبقى، سترتحل قطعا. فعلى أي نموذج تريد أن يكون رحيلك؟ أنت صاحب القرار الآن، وخطط لنفسك، ونسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا،
وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.